محبوبي داخلك وخليني الليلة يمك. يعطيك العافية. الله يعافيك، خير إن شاء الله. شو عم تعملي بالله؟ مثل ما لك شايف قاعدين ننظف الفرس. ليش ما بتعرفي إنه هدر المي ممنوع وإنه المي ثروة وطنية ولازم نحافظ عليها؟ لا والله. وإنت جاي الحين تنطيني دروس؟ لا بس جاي خالفك. ول 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 جاي تخالفني على شنو؟ شنو قاعد تكتب أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شرفي، هاي مخالفة هدر المياه على شغلات بلا طعمة. امرئي بكرة على المخفر وتفعيها. وانت شو تقول؟ تريدني أنظف الفرس بليما؟ ايو أنا شو دخلني؟ عم نفذ الأوامر. شنو هذا الهرج؟ لا خير خير، هذا الفهيم يبي يخالفني. شو؟ يخالفك؟ مثل ما أقول لك. يخرب بيتك من حالك، تركت كل العالم وجيت لعند الأنسة واضحة تخالفها؟ ايو أنا شو دخلني؟ عم نفذ الأوامر. لك شو أوامر مع أوامر؟ تحرك من هون يلا. ممكن المخالفة لو سمحتي؟ تفضل. أنسة وضحى، باسمي وباسم زملائي بالمخفر أنا بعتذر منك وبوعدك بشرفي، بشرفي العسكري، ها، إنه هذا الموضوع ما عاد يتكرر. وهي المخالفة شقيناها. حصل خير؟ لا ما حصل خير بنوب، وهذا العنصر رح ينال عقابه اليوم. لا 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 لا، لا عقاب ولا شيء، هو عبد المأمور وينفذ الأوامر. طيب أنا رح سامحه كرمالك بس، ها. مشكور. يلا يلا يا عباس خلصنا، أنا أضف حبوب الريحة برقد. وأنا كمان عن إذنك رح برقد كمان. يلا يعطيكم العافية. يلا يلا خلص.